جبل الشيخ هو جبل يقع في سوريا ولبنان، يمتد من باني ياس وسهل الحول في الجنوب الغربي إلى وادي القرن ومجاز وادي طبارية في الشمال الشرقي، وهو بذلك يشكل القسم الأكبر والأهم والأعلى من سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تمتد بين سوريا ولبنان. يهده من الشرق والجنوب منطقة وادي العجم وإقليم البلان وقرى الريف الغربي لدمشق وهضبة الجولان في سوريا وفلسطين، ومن الشمال والغرب القسم الجنوبي من سهل البقاع ووادي التيم في لبنان، فيه أربعة قمم. الأعلى 2814 متراً تسمى شارة الحرمون في سوريا، والثانية إلى الغرب 2294 متراً، والثالثة إلى الجنوب 2236 متراً في القسم السوري المحتل إسرائيلياً، والرابعة إلى الشرق 2145 متراً. القسم الجنوبي الغربي منه اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي ضمن هضبة الجولان السورية، وجزء منه مع سوريا ضمن مرتفعات الجولان التي تم تحريرها، ويشرف من أعلى قمته على لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، ويستطيع زائر أعلى قمته 2814 متراً التي تقع على الحدود السورية اللبنانية أن يرى أماكن واسعة من سوريا ولا سيما دمشق وسهول حوران وبادية الشام والجولان وقسماً من الحدود الشمالية الأردنية والفلسطينية، وتحديداً جبال الجليل ومحافظة إربد وسهل الحول وبحيرة طبرية وكل جنوب لبنان وسهل البقاع وسلسلة جبال لبنان الغربية، كما يعد جبل الشيخ المنبع الرئيسي لنهر الأردن والعديد من المجاري المائية في المنطقة. تمتد سلسلة جبال لبنان الشرقية والذي يشكل جبل حرمون الجزء الجنوبي منه لنحو 150 كيلومتراً في اتجاه شمال شرق جنوب الغربي، وتمتد بالتوازي مع سلسلة جبال لبنان الغربية. مساحة جبل حرمون ضيقة نسبياً بين الحدود اللبنانية السورية على طول العمود الفقري لمسافة 70 كيلومتراً من 25 كيلومتراً شمال شرق جبل الشيخ إلى 45 كيلومتراً جنوب غربها. يغطي نطاق حرمون مساحة 700 كيلومتر مربع تقريباً، منها نحو 70 كيلومتر مربع تحت السيطرة الإسرائيلية، يشكل الجزء الأكبر من جبل الشيخ داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة محمية الشيخ الطبيعية. يشكل الجبل أحد أكبر الموارد الجغرافية في المنطقة نظراً لارتفاعه، فإنه يلتقط قدراً كبيراً من الأمطار في منطقة جافة جداً من العالم. إن تكسر الصخر الكلسي الجوراسي بفعل الزلازل وغيرها من العوامل المائية والكيميائية أدى إلى وديان وقنوات بتشكيل تضاريس كارستية. يمتاز جبل حرمون بشتاء موسمي وتساقط ثلوج في الربيع والتي تغطي قممه معظم أيام السنة. تتسرب المياه الذائبة من القواعد الغربية والجنوبية للجبل المغطاة بالثلوج إلى القنوات والمسام الصخرية، وتغذي الينابيع الموجودة في قاعدة الجبل والتي تشكل الجداول والأنهار، تندمج هذه لتصبح نهر الأردن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجريان السطحي يسهل الحياة النباتية الخصبة تحت خط الثلج، حيث تكثر كروم العنب وأشجار الصنوبر والبلوط والحور. تتنازع دول المنطقة بشدة على الينابيع والجبل نفسه لاستخدام المياه، ويطلق على جبل حرمون أيضاً اسم الجبل الثلجي وجبل الثلج، ويسمى أيضاً عيون الأمة في إسرائيل لأن ارتفاعه يجعله مكاناً استراتيجياً لوضع نظام الإنذار المبكر الاستراتيجي الأساسي على علو 2280 متراً، ويسمى بجبل الشيخ كناية إلى الرأس المكلل بالثلج كما يكلل الشيب رأس الإنسان، وأطلق المؤرخون العرب عليه اسم جبل الثلج. وجبل الشيخ هو أشهر جبال بلاد الشام، فهو يقع بين سوريا ولبنان ويطل على فلسطين والأردن، أي أن رؤيته ممكنة من دول بلاد الشام. واسم حرمون كنعاني من أصل سامي مشترك، ومعناه في اللغة العربية حرم أو مقدس، وجاء في ملحمة جلجاميش السومرية ذكر لحرمون، حيث قيل أرض جبل الأرز حرمون هي أرض الخالدين.
وقد سماه الآموريون شينير، وسماه الفينيقيون سيريون، وسماه الآشوريون سافيرو، كما عرفه جغرافيو العرب بجبل الثلج. ومن تسميات جبل حرمون أرض شوبا، نسبة للإله الحوري شوب، إله الهواء الذي باسمه سميت بلدة كفر شوبا في العرقوب عند سفوح حرمون. ولا يزال في كفر شوبا معبد ضخم يعرف بمعبد بعل جاد، وهو نفسه بعل حرمون. تاريخياً كان الجبل العظيم أقدس الجبال وأهم مركز العبادات عند الكنعانيين الأقدمين، فقد عبده الفينيقيون وأطلقوا عليه اسم أحد آلهتهم البعل حرمون، وقد أقاموا لبعلهم هيكلاً إلى جانب الصخرة الكبيرة التي تكلل قمتها، لا تزال آثارها ظاهرة حتى اليوم، ومنها بقايا جدار قصر شيب العائد إلى أحد هذه الهياكل، وطوله قرابة 10 أمتار. وداخل المعبد ثمة فتحة دائرية ذات مساحة تتراوح بين 26 و30 قدما مربعا، وعمقها 3 أقدام، كانت تستخدم مكانا لإذاع النذور من جانب الصاعدين إلى قمة الجبل. وقد وجدت قطعة من حجارة المعبد بطول 18 قدماً وعرضها 12 قدماً وسماكتها 4 أقدام، حفر عليها كتابات يونانية بالمعنى الآتي: بأمر من الإله الأعظم المقدس قدم النذور في هذا المكان. وهناك مغارة تقع حالياً داخل موقع للقوات الدولية، يعتقد أنها كانت معبداً للإله إيل. وقد لاقت المعابد في حرمون اهتماماً بالغاً من الرومان الذين أعادوا تجديدها وتوجوا على الجدران بتيجان مشابهة لمعبد باخوس ومعبد جوبيتر في بعلبك، وبقيت هذه المعابد تتمتع باحترام كبير وبحركة حج تكمل زيارة بعلبك ومعابدها حتى القرن 5 للميلاد. وفي الثورة السورية الكبرى وقعت معارك في مجدل شمس وفي حاصبية تشهد على أهمية هذا الجبل العسكرية. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى.